عندنا الكوكيز الشوكليت شيبس 220 جرام زبدة، 240 جرام سكر، 380 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، كوباية شوكليت شيبس، معلقة كاكاو، معلقة قرفة. نقول تاني كمان مرة. أوكي، 220 جرام زبدة، 240 جرام سكر، 380 دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، لا صغيرة، كوباية شوكليت شيبس، معلقة كاكاو، معلقة قرفة. جميل. طب أنا ممكن أفسر لهم الموازين دي بالكوبايات على بال ما حضرتك تشوفي هتعملي إيه، لأن الموضوع طبعا في ناس بتحب تقول لك أنا عايزة بالكوباية. مش عايزة. بس هو بيبقى أحسن من أضاك يعني. هنقول تقريبا عشان بس لو طلع الكوبايات مختلفة، بس هنقول تقريبا يعني 220 جرام زبدة تقريبا كوباية ومعلقة. تقريبا. 240 جرام سكر كوباية وربع تقريبا برضو. 280 جرام دقيق يعني لو نفترض 140 يبقى كام؟ 280 يعني كوبايتين دقيق ومعلقه بيكنج باودر طبعا، وكوبايه من الشوكولاته الشيبس حوالي ربع كيلو مثلا، والمعلقه الكاكاو 20 جرام لو حبينا، وعندنا معلقه القرفه تيجي 10 جرام. يعني احنا قلنا بالجرامات وقلنا بالكوبايات. هي معلقه الكاكاو بس عشان تدي له لون، عشان طعم يعني. لا والكاكاو اللي هو المحلى ولا الخام؟ لا خام. جميل.